بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة عن السؤال السابع من اختبار السكن نوفمبر 2018. السؤال بيقول find the equation of the vertical line passing through the point 3 و-negative 4. مبدئيا عندي خطين ليهم حالات خاصة، الخط الأفقي وخط عمودي أو الرأسي. لو أنا عندي نقطة اسمها A و B وفي خط أفقي مر بالنقطة دي، يبقى على طول معادلة أي خط أفقي واي بيساوي إحداثي واي للنقطة اللي عدى إيه؟ اللي عدى فيها. فمعادلة الخط الأفقي ده واي بتساوي بي. ميل الخط الأفقي دائما بكام؟ بصفر. الخط الفيرتيكال اللي هو موازي المحور واي دائما معادلته إكس بتساوي. طب إكس بتساوي مين؟ إكس بتساوي إحداثي إكس للنقطة اللي عدى فيها. يبقى لو الخط ده عدى في النقطة A و B معادلته X بتساوي A، وميل الخط العمودي not defined. علشان كده طالما انت عايز خط عمودي يعدي في النقطة 3، يبقى معادلته مباشرة X بتساوي 3، يبقى الاختيار C. لكن لو كنت عايز الخط الهوريزونتال الأفقي، ها، يبقى معادلته Y بتساوي ناقص 4. يبقى طبعا A ده غلط عشان ده خط أفقي، طبعا بي ودي غلط لان الخط ده ليه ميل، ليه ميل، لكن الفيرتيكال ملوش ميل، تمام. يبقى الاجابة الصحيحة اكس بتساوي 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.